فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. النوع الثاني البغاة، وهم الذين يخرجون على ولي الأمر، ليس قصدهم المال كقطاع الطرق، وإنما قصدهم إنهاء الولاية المسلمة لتأويل سائغ، لكن نزلوه في غير منزله، يعني يدعوا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا رأوا من ولي الأمر مخالفة من المخالفات. لا شك أن هذا منكر، قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب إنكار المنكر على كل حال، ولكن جعله أنواعا لا يصار إلى نوع لا يصار إلى نوع لا يجدي، ولكن حسب المقدرة. ولهذا نوع صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر بحسب المقدرة، الذي له سلطة ويقدر على إزالة المنكر بيده كالسلطان ونائب السلطان يزيل المنكر بيده بموجب السلطة التي معه، وكذلك قيم البيت، فإن صاحب البيت له سلطة على من في البيت، يغير بيده على أولاده وعلى زوجاته ومن في بيته. أما الذي ليس له سلطة فهذا يغير باللسان، وذلك بالبيان والوعظ والتذكير إذا كان عنده علم ومعرفة بالحلال والحرام والطريقة الصحيحة في الإنكار، ينكر بلسانه ولا يمد يده للتغيير، وإنما ينكر باللسان بأن يبين للناس أن هذا منكر، أو يبلغ من لهم السلطة في أن يغيروا هذا المنكر الذي حصل في محل كذا. وإذا كان المنكر صادرا من ولي الأمر، وولي الأمر ليس معصوما ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر، فإنه قد يقع منه مخالفات، ومع هذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد، وأمرنا بالصبر، ونهانا عن الخروج عليه حتى ولو كان غير مستقيم في دينه وأخلاقه، لكنه لم يصل إلى حد الكفر. فإن الخروج عليه في هذه الحالة فيه من المفسدة أشد من البقاء على المنكر الذي عنده، ومعلوم أن درء أعلى المفسدتين لارتكاب أدناهما أمر مشروع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان المنكر يقع من السلطان نفسه بأقواله أو بأفعاله أو سلوكياته، فهذا يناصح سرا ولا يناصح على رؤوس الأشهاد وفي المساجد والمجالس، لأن هذا معناه إغراء للناس بالخروج على ولي الأمر، وتنفير بين ولي الأمر وبين الرعية، فهذا مفسدة وليس مصلحة. ويبقى إذا كان يقدر على إبلاغ ولي الأمر بالنصيحة، إما مشافهة، وإما بأن يكتب له، وإما بأن يوصي من حوله أن يبلغوه، فهذا أمر مطلوب. وإذا لم يتمكن فإنه معذور إذا سكت في هذا الأمر، لأنه لا يقدر على إيصال الإنكار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك، لأن من كان عنده نصيحة لولي أمر فليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل وإلا فإنه يكون قد أدى الذي عليه. هذا هو المطلوب في هذا الأمر. فالبغاة تجاوزوا هذا الخط وأرادوا الإنكار على ولاة الأمور بالفعل، وخرجوا على السلطان يريدون تغييره، لأنه من إنكار المنكر بزعمهم، خالفوا بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يصبر على ظلمهم وجورهم. لما ذكر من ولاة الأمور وما يحصل منهم، قيل: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان.